اليوم تقدمي لنا وصفه طبيعيه مشكوره دائما على هذه ربي الوصفه يخليك. الطبيعيه. هذا واجب. الله يبارك فيك، شكرا لك. دونك هذه وصفه طبيعيه للشعر. للشعر خصوصا السيدات اللي كيكون باغ اكزومبل الشعر ديالهم جاف بزاف وتيعياو من بغوشين كل نهار، ولا يمشيو نديروا يعني شي ليساج ولا شي حاجه، ويقدروا هذه الوصفه يستعملوها ليهم ولا لبناتهم، لان كلها فيها مواد اللي هي طبيعيه ما غاديش تضرهم. المشكل هو ان في المارشي في السوق كنلقاو تبارك الله عديد ديال الماركات وعديد ديال الاشكال ديال الكريمات اللي كريم اللي كنديروهم باش نبلاكيو الشعر ديالنا، ولا الكريم اللي كندهنوا بها بوغ ايدغاتي وما كيمكنناش يعني سوا بغينا نديرهم موراها بغوشي ولا ما نديروش، كيكونوا غاليين في الثمن. 45 درهم كاين، 75 درهم كاين، 120 درهم كاين، حتى 250 درهم. ماشي الناس كلهم في استطاعتهم انهم يشريو هذا النوع ديال الكريمات ديال الشعر. وهما الكريم باش تحضر هذا المستحضر بحال هذا كيكون ساهل، غنعطيهم الحيله الاولى كيفاش يمكن لهم يحصلوا عليه سو فورم دو سبراي، يعني بخاخ للشعر ويكون ماوي. بغينا نحصلوا على ديك لا تيكستور كريموز، حنا هاد لا تيكستور غادي نحصلوا عليها من البور دو كاريتي، يعني كل ما هو طبيعي. دونك اول حاجه غادي نصبوا لنا ان سبراي اللي غنديروه للشعر ديالنا رشاشه. دونك انا حافظت على دي زومبالاج بحال هكذا اللي ديجا خواولي. كنا هضرنا واحد المره الا عقلتي سميره على المنافع ديال المورد على الشعر، كنا قلنا بانه كيقوي الشعر وكيحبس التساقط وفي نفس الوقت كيحيد القشره. دونك انا في بلاصه ما نستعمل الا لاحظنا هاد المستحضرات وقريناهم اغلبيه كيستعملوا غير دو لو ديستيلي، غير الماء مقطر. انا غنستعمل ما مقطر ولكن ديال المورد اللي هو مغربي ديال قلعه مكونه، ويكون احسن نشريو جوده مزيانه. فوالا هنا دابا غنحضروا سبخي ومن بعد غادي نوريوهم لا تيكستور ديال لا كريم. الوغ الشعر ديالنا تيتخبل من بعد ما كنخرجوا من الحمام. ما بغيناش نديروا ليه بغوشين، ما بغينا نديروا والو، غادي نديروا درنا المورد وشنو غادي نتبعوه؟ زيت. الزيت ما غنكثرش، يعني غادي تكون ثلث زيت والثلثين ماء ديال الورد. اين الزيت اختاريتي؟ انا اختاريت زيت ارغان. فوالا ديال القياس ديالي. تيقول لك زيت ارغان ما مزيناش للشعر حيت ناشفه. الوغ زيت ارغان كوزميتيك ماشي حتى سيتون ويل ساش، ماشي ناشفه انها كتنشف الشعر، بالعكس غير هي ما تتخليش هذيك الكلام. الوغ كنا هضرنا على واحد المره الا عقلتي على المنافع ديال الزيت ارغان، بانه ما تيدخلش لداخل ديال الجلده كيف ما تيدخلش للشعر، تيبقى في لا سيرفاس وكيحمي ديك الزغبه. شنو الا غنعطيك تجربه سمينه في الدار وغتلاحظي هذا الكلام اللي غادي نقول لك. ملي تدهني شعرك بالزيت ارغان كياخذ شعرك مده انه ينشف، بلاص ما ينشف لك شعرك في ربع ساعة غياخذ لك 45 ساعة 45 دقيقة تحبس هذيك الرطوبة داخل الشعر، لأن الرطوبة كيخص الماء ما تيتبخرش دغيا من الشعر كيحافظ عليه. نفس الشيء بالنسبة للبشرة. بالنسبة للبشرة إل فا إيدغاتي بلوس لي شوفو. دونك أنايا هنا كنفضل دائما زيت الأساس ديال الخزامة. علاش المنافع؟ لأن هكا البنيتات الصغار تنعرفوا لي بو دابا الفترة ديال لي بو في المدارس، غادي ندير في هذا القياس هذا واحد 10 ديال القطيرات فوالا ديال زيت الاساس ديال الخزامه. كان عندنا الشعر ديالنا يعني الفروه ديال الراس دهنيه والاطراف اللي ناشفين، غادي في عوض الخزامه غندير زعتر. دونك السيدات راهم حفظوا معنا المنافع ديال زيوت ديال الاساس، وهنا غادي نحصلوا على ان سبراي. صافي سي فاسيل، ان سبراي اللي غير هو السيدات قبل ما تستعملوا دائما تخلط سمخد وترش دائما الاطراف و لي لونغور اي لي بوينت. فوقاش يمكن لنا نرشوا فروه الراس الا كنا واضعين زيت الاساس ديال اليازير اولا الزعتر، لانهم تينشفوا الفروه ديال الراس. اليازير تينشف واليازير اللي عجيب فيه هو انه البصيلات كيدخل، سي زيت الاساس تقريبا الوحيد اللي عنده واحد الدور عجيب، كيدخل البصيلات ديال الشعر وكيزيرها باش الزغبه ما كيبقاوش لي بور محلولين، والزغبه واخا تجريها ما تتجرش فاسيلمون. دونك زيت الاساس ديال اليازير عجيب بزاف وعنده بزاف المنافع ديال الشعر. غادي نزرب قبل ما زبده الكاريتي تجمع ليا. الوغ باش نحصلوا على تيكستور كريموز بحال اللي تيتباعوا في لو مارشي، انا غنقبطوا واحد القياس ديال جوج معالق كبار ديال بور دو كاريتي، انا ذوبتهم في حمام مريم وغادي نوضعهم هما الاولين، ومن بعد غادي نستعمل معاهم الزيت اللي بغيت. انا دائما غادي نرجع كل ما هو مغربي وتنشجعوا
الناس اللي تي يعني خصوصا انا تنشجع هذا الميدان لان السيدات هما اللي تيعملوا على هما اللي تيقشروا اركان هما اللي تيطيحوا من الشجره هما اللي تيطحنوه بذاك الريحه ديالهم يعني نضامنوا نضامنوه مع السيدات ونضامنوه مع هاد لي ريجيون يعني هاد المناطق اللي عندنا في المغرب وهاد الجمعيات لان خصنا نعرفوا بان 3 مليون سميره ديال العيالات خدامين في اركان دونك يعني رقم لا يستهان به ومن بعد غادي نزيدوا حتى هو شي شويه قطرات خفيفه من 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 ماء الورد غير المنافع ديالو فوالا وهنا الزيوت ديال الاساس اللي بغينا على حسب المشكل اللي عندنا في الشعر ماشي غير الرائحه بحال دابا الا بغينا بلوس دو بريونس الا بغينا هذا الوغ كان عندنا لي كاميرا مانش حمرات يسولوا في بلاصه الجل شنو يمكن لي ندير دونك سيت اون كريم اللي غيمكن نستعملوها في عواد الجل وباش الراجل يكون شعره ديالو بغيان غادي يدير السيترون كنعرفوا بان لا بريونس يبغيناها في الشعر اما كنشلوه بالخل اما تنشلوه بالخل اما تنشلوه بالحامض دونك غنديروا قطرات مزيد الاساس ديال الحامض غادي يعطي دو لا بريونس للشعر غيعطي لا بريونس للشعر غنحركوا باش يتخلط كلشي ومن بعد غادي ندير هنا لان غيبدا شي هو ديجا بدا تيجمد ليا شويه دونك غادي يجمد وغادي يرجع بحال الكريمات اللي تيتباعوا في لو مارشي ديالنا هذه وصفه سهله يمكن للسيدات للنساء او للرجال عوض ما يستعملوا لو جيل اللي تيهلك لهم الشعر لان خاصو يغسلوا يوميا هذه كريم اللي يمكن له يبلاكي بها الشعر ديالو كل مواد اللي هي طبيعيه ولكن خاصها تغسل حتى هي بالليل لانها خاصو يبقى لي دم في الشعر فوالا غادي يخنق لنا المسام ديال فروه الراس واضح شكرا لك غزام كبار على الوصفات ديال اليوم نمشيو لحظه نستقبلوا ضيوف ليلى الشواي فقره نجوم ونجوم خليكم معنا